الخبر الرياضي اللي عندي غنتكلم فيه على نيمار. يعني كتعرف انه الموسم اللي داز كان هاك ورا نيمار غير جا لبرشلونه، لا وقع اللي وقع. الكواليس كانت كتقول انه كان نيمار غير جا. صحيفه ماركا الاسبانيه خرجت البارح بخبر كتقول فيه ان النادي الكاتالوني اف سي برشلونه سيضم النجم البرازيلي نيمار مقابل ديمبيلي وغريزمان حسب صحيفة ماركا الإسبانية الموسم المقبل. نعم غالبا برشلونة باقي ما مفاكينش مع نيمار. صحيح وبانت البلاصة ديال نيمار وأهداف نيمار. إلا بغى يكمل معاهم ميسي، حيت ميسي دابا صافي ما باقي له شي حاجة والله يجعل البركة الله يخلف أخي محمد. ولكن دابا والسيد باقي نستمتعوا معاه. 33 سنة أخي محمد، 33 سنة اللاعب، 33 سنة، 15 سنة وكيلعب الكرة يوميا وحنا كنتفرجوا. 15 سنة 2005 دخل الملعب وحنا في 2020 15 سنة وحنا كنتفرجوا.